وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس المحلل السياسي جمال عبد المطلب. أهلا ومرحبا بك أستاذ جمال. بداية، غارات ليلية على طرابلس أوقعت قتلى وجرحى، بما تفسرون هذه الهجمات على المدنيين وأهدافها؟ أحييك أستاذي الكريم وأحيي قناة الرافدين ومشاهدين الكرام. حياك الله. الحقيقة هذه الهجمات، قراءتي لهذه الهجمات هي دليل على اليأس وعلى ما تلقته قوات الغازية المعتدية على العاصمة من قوات حفتر والكرامة المدعومة من محور الشر كما قال الرئيس المرزوقي، السعودية، الإمارات، مصر. بعد أن تلقوا هزائم كبيرة وتقهقروا 70 كيلو عن العاصمة، لجأوا إلى هذه الأساليب في الليل، يضربون المدينة، يعني مدنيين البارح في قتلى وفي جرحى وترويع للآمنين. وهذا عمل أهوج كما قلتم في تقريركم حكومة الوفاق، قالت صرحت أن هذه جريمة تضاف إلى جرائم حفتر السابقة. طيب الحكومة الوفاق لما عندما تحمل مجلس الأمن مسؤولية قصف حفتر لطرابلس، ما الذي ترجوه الحكومة من مجلس الأمن؟ هي الحكومة طبعا مثل ما قال السيد وزير الداخلية فتحي بشاغة في البداية، قال نحن يعني لم نعد نعول كثيرا على المجتمع الدولي، وبذلنا المجتمع الدولي ونحن نعتمد على أنفسنا، ولكن من السياسة لابد من أن ترفع قضايا، ترجو من مجلس الأمن أن يتخذ إجراء، بالرغم من معرفتها أن هناك دولتين عندهم حق الفيتو، الروس والفرنسيين سوف يعملوا الفيتو ويمنعوا مجلس الأمن من اتخاذ أي قرار، هذا أصلا إذا كان مجلس الأمن أراد أن يأخذ قرار. وبالتالي المنع هذا هل هو للمصالح الفرنسية والإيطالية في ليبيا؟ لا، ليس في الإيطالية، الفرنسية والروسية. لا، هم الروس يعني اعتادوا سيدي الكريم وأنتم تعرفون في العراق اعتادوا دعم الطغاة والعسكريين ويبحثون عن مصالحهم، لا يؤمنون بمسألة حرية الشعوب وهذه المسألة، ثم إنهم يعني عندهم عقدة أنهم خذلوا في أكثر من مكان في الشرق الأوسط. نعم. والدب الروسي يريد أن يرجع إلى المياه الدافية، ويريد ليبيا أرض بكر وكبيرة وغنية، يريد أن يأخذ نصيب الأسد من هذا الموضوع، وحفتر وعده. نعم. بذلك. نعم. الفرنسيين متحالفين مع محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، وهم يعني الزبون الأول للسلاح، دفعوا له أسلحة كبيرة وعاملين تحالف هم والسيسي. طيب. لابتلاع ليبيا، ويعني وبدلا من الديمقراطية وأن تأتي حكومة، أختم، تأتي حكومة محترمة مدنية مختارة الشعب تعاملهم الند للند، أختم، يريدون أن يأتي طاغية متخلف يسلم لهم ليبيا على طبق من فضة. الأستاذ جمال عبد المطلب المحلل السياسي الليبي، كنت معنا من العاصمة الليبية طرابلس، شكرا جزيلا لك.